هذا المساء الكواسر. مجزرة حقيقية. نحن نقاتل لنقتل ولا نعفو كي لا نقتل. رؤية جديدة للجوارح هذا المساء في 6:30 بتوقيت غرينتش على شاشة MBC. هذا هو المطهر المنزلي الجديد باين سول. تركيبته الخاصة الكثيفة تقتل الجراثيم العنيدة في كل أنحاء المنزل وتعطيه رائحة منعشة في الحمام في المطبخ. أينما توجد الجراثيم عبيره المنعش يبقى طويلا لتبقى رائحة منزلك نظيفة. باين سول الكثيف، حماية أكيدة من الجراثيم العنيدة. خبز لذيذ طري طازج ولا أطيب. من أحضان الطبيعة تأتيكم ألبان ندى طازجة ولذيذة. ألبان ندى كلها خيرات من الطبيعة إلى مزرعتنا ومن مزرعتنا إليكم يوميا. ندى خلاصة الطبيعة. خبز لذيذ طري طازج ولا أطيب. لا تدع المتحرك يشغلك عن مسارك. لتستمتع برحلتك احرص على سلامتك. خدي حبيبي الهمبرجر جاهز وادي حمد المايونيز. عندما مايونيز جودي يحضر لذة الطعم تظهر. طوبى أطيب جودي. احتيال واحتيال واحتيال، من يحتال على من؟ تختطف زوجته، يرفض دفع الفدية أملا في التخلص منها. أنا عايز أفهم بقى إزاي جوزك ده بيحبك؟ خلاص يخليه ينط من اليوم. أفكر. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. سبعة يا حيوان. ولما انت عزف عليها كده ما تسمعش ليه؟ سيد العوالم الخميس في 6:30 بتوقيت غرينتش على شاشة MBC.